بالله عليكم هذه تغريدة أو إن كل بيت واقفة 18 سيارة، زين وش المشكلة؟ عساها 200 سيارة، عساها 300 سيارة واقفة قدام البيت، وش حارق إنك؟ وش ماكل إنك؟ فلوسك ولا فلوسهم؟ سياراتك ولا سياراتهم؟ عساهم 200 سيارة. ولا يقول عوين تمنى أنه يصدر قانون أن كل بيت بس حالهم سيارتين، على كيفك هو، على مزاجك. لا بعد قولهم يصدروا قانون أن كل بيت حالهم تلفون واحد ولا تلفونين، لا وكل بيت حالهم بس ولد ولا ولدين، على كيفك هو، على مزاجك. وش تقول عن هذه المغردين اللي يستفزك بتغريداته؟ يعني في تغريدة تستفزك يا أخي، اقترح أو غرد تغريدة يستفيد المواطن والمواطن، ما تسوى تغريدة تستفز الوطن والمواطن. الله يعين ويرحم. اسمي هسه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.